طيب حابب ارحب بالالتراس الجمال اللي مش سايبني في ولا حته وموجودين معايا في كل مكان، هم اصحابي اصلا مش التراس يعني، ما هم اصحابي قبل ما يكونوا اي حاجه، وبيجيبوا لي حاجات كتير ورد وصور، وكل مره كده بيكسفوني، فبرحب بيهم وبرحب بوشوشه اول مره اشرفكم واتشرف بيكم احمد الهواري وآيات بقى وهاجر وكل الموجودين. وإيه اللي اختلف في مينا من أول ما دخل الأكاديمي لحد ما خرج؟ بصي، ما بحبش أحكم على نفسي أوي، بحب الناس هي اللي تحكم عليا، بس أكيد في يعني سلم بطلع، بحاول أعمل أبذل أقصى مجهود وأعمل أحسن ما عندي عشان يبان إن أنا شغال بجد، مش قاعد في بيتنا، وعايز الناس ما تنساش مينا والناس تفضل تسمع مزيكة مينا وأغاني، مفيش حاجة أصلا لمينا. فالحمد لله داخل، أكيد كان صوتي برضو رينج معين مع التدريبات والفوكاليز والحاجات اللي حصلت جوه، ابتدى مينا يبقى ليه شكل يعني الناس عارفاه، وشغال لسه لحد النهاردة لحد دلوقتي حالا على شكل مينا اللي برسمه لقدام يعني. بصي، هو اهم حاجه زي ما انت قلت دلوقتي كده الاستمراريه يعني، مش يعني ممكن مش شرط ان انزل اغنيه وكليب والناس كلها تسقف لي على الكليب وتنسى بعد 10 15 يوم، تنسى الكليب وتنسى الاغنيه يعني كاني ما جتش. الاستمراريه زي البني ادم يشتغل ويطلع شغل حلو يخليه فارد نفسه موجود في ليه مكانه وسط النجوم الكبار الموجودين، وسط نجوم الصف الاول، ووسط نجوم الشباب الفنانين الصاعدين اللي لسه رايحين دلوقتي، يحفر كده مكانه وسطهم، هو ده الصعب النهارده، هو ده اللي محتاج كل واحد فينا ايا كان خريج، مش هتكلم على يعني مش ستار اكاديمي بس، خريج اي برنامج تاني كمان، ان هو يفضل شغال على نفسه ويعمل شغل بجد يقدمه للناس، الناس تبقى مبسوطة بيه وتفضل فاكرة مينا وتفضل فاكرة محمد شاهين وفاكرة أغانيهم. هو ده اللي بيساعد البني آدم ان هو يفضل متواجد ويكون في استمرارية لل وشوشة. الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري. www.washwasha.org